بتعرفي فاطمه، عم فكر افتح بايكه لظافر وقاعود شراكي. منه بيسترزقوا ومنه ظافر بدير باله على اخوه قاعود. لا، واللي خلق المحالين ما بيتشاركوا. انا ابني بيشتغل لحاله ما له شريك، واذا بده يشتغل انا بفتح له بايكه من حرمالي. يعني هلا عم تتفشوري انه معك مصاري بتقدري تفتحي له لظافر من حرمالي؟ طيب هذا المعتر قاعود، اذا انا ما فتحت له بايكه مين بده يدبره؟ لك يا ام ظافر، شو ذنبه قاعود اذا فتح عيونه على الدنيا؟ لقى حاله معتر ودرويش وعلى باب الله. بعدين هذا ابني بزته بالطريق، يعني 100 مره صرت قايل لك صبره بصبر ظافر. بس نحن اتفقنا يا حسن من لما اجينا على الحاره انه هي القصه لازم تبقى سر، وما حدا يعرف انه عندك ابن من البدويه واسمه قاعود. ايه يعني، بس هلا اذا فتحت لهم البايكه وما حدا عرف شو القصه شو بيصير؟ يا ابو ظافر، الحاره قد الكمشه وما في شيء بيتخبى، واذا طلعت هيك قصه رح تخرب كل شيء عملناه.